انا مش فاهمه يعني، ده لو نايم في امه كان صحي. انا كلمته هو والله يجي 10 مرات. يبقى تلاقيه اتفق مع قرايبه على موضوع البيع ومكسوف يقول. وهي المواضيع دي فيها كسوف؟ ما هو لازم في كل الحالات يقول، عشان لو كده الناس تعرف تتصرف وتشوف هتعمل ايه ولا هتروح فين. هما يعني هيطلعونا بالعافيه؟ انا ما عنديش استعداد اسيب الشقه. احنا على ايامنا كان شقه البنت دي يا اما شقه جوزها يا اما شقه اهلها. وهي يعني لو مش شقه دول ولا دول ما ينفعش تبقى شقتي؟ ولا هي العماره بقت عائلات بس خلاص؟ يا ريت والله، لو كان الناس اللي بتأجر زمان بتركز بس ان هم يسكنوا العمارات للعائلات كان اغلب مشاكل العمارات اتحلت. يا بنتي لو كل الناس عندها شقتين زيك ده موضوع تاني، مش كل الناس ظروفها زي ظروفك، في ناس ما عندهاش غير الشقه دي وفي ناس ظروفها ما تسمحلهاش انها تجيب شقه تانيه، كل واحد ليه ظروفه. مظبوط مظبوط طبعا، هو عمرو لازم يراعي ده، ان حد يدور على شقه في نفس المستوى هيدفع مبلغ وقدره يعني. على فكره يا استاذ طارق، انا عايز اقول لك ان اسعار العقارات بقت نار دلوقتي، عشان تبقى فاهم، حتى في المدن الجديده. ليه بقى؟ المدن الجديده دي ما بتديلكش شقه، بديلك شقه بشم بشاكوزي بممشى سياحي، بديلك شقه بخدمات. يعني بغض النظر عن موضوع الفلوس اللي هو طبعا مهم جدا، في حاجات تانية كتير اهم. يعني الروتين اليومي مثلا صعب جدا ان احنا نهده كده في يوم وليله، في ولاد بيروحوا المدارس، في ولاد بيروحوا التمارين في النادي، في ناس ساكنه جنب شغلها. يعني انا مثلا ولادي في الامتحانات دلوقتي وفي عز المذاكره، المفروض بقى اشحطهم ورايا عشان اعزل من بيت لبيت؟ ايه يا عمي رايح فين؟ رايح اقول لسامح يطلع لعمرو يندهوا، ما دام اتفق معانا انه يجي لازم يجي في ميعاده، بلاش مسخره. هو حد يا جماعه عرف المبلغ اللي هم ناويين يدوهولنا كده دون بالتقريب كده يجي كام؟ لا هما لسه ما عرضوش رقم على حد. انا رايي ان احنا نتفق الاول على مبلغ علشان لو صمموا يخرجونا يبقى الموضوع مقبول بالنسبه لنا شويه. ما هي المشكله حضرتك ان الرقم علشان يجيب لك شقه بنفس المستوى وفي نفس المنطقه متهيألي هيبقى اكبر بكتير من اللي هم هيعرضوه. على فكره يا استاذ طارق عايز اقول لك على حاجه، رغم ان اسعار المدن الجديده ارتفعت الا انها ارخص من هنا، لا وفاضيه وده امان للولاد. ليه بقى؟ ممكن تبقى المدرسه في ملطش هنا ولا هنا، العيال الصغيره برضه اللي هي استاذه نهى. معلش يا مي، ممكن لو سمحتي نبدل اماكن بس دقيقه. هو انت مش بتفكر غير في الفلوس وبس؟ لما هو مبدا البيع من الاساس مرفوض، ليه بقى بنتكلم في الفلوس؟ بس اصل احنا لو اتزنقنا في انه ما بقاش قدامنا غير البيع، لازم نأمن نفسنا. نأمن نفسنا ازاي يعني؟ مش فاهمه. مش وقته يا نهى، لما نطلع فوق. يعني ايه مش وقته؟ يعني انت ترمي لي الكلمه وبعدين تقول لي نتكلم فيها بعدين؟ انا واخد قرض الضمان الوديعة، ماشي؟ يعني الفلوس والتفاوض عليها مش رفاهيه خالص. علشان احنا لا معانا ندفع ايجار اعلى ولا يكفي ان احنا نشتري بيت. انا مش عايزكم تقلقوا خالص، احنا ان شاء الله بس نعرف يدولنا كام في الليله ديت، في كومباوند كده صغير في التجمع، لما يعرفوا ان احنا هناخد كذا شقه اعملوا معانا الواجب. الكلام ده لو وافقنا على البيع، انا شخصيا مش هبيع حتى لو دفعوا كام. وانت كمان يا نهى صح؟ ومش وقته يا هند، كان ممكن تصبري شويه لغايه ما نخلص وبعد كده تبقي تحكي لامك المصيبه اللي جوزك عملها. لكن خلاص اللي حصل حصل، المهم دلوقتي نلم الدور عشان صوتكو عالي وواصل لبره. معلش يا ليلى استعيذي من الشيطان كده، واصبري بس لغايه ما نخلص من المصيبه اللي بره دي وبعد كده نشوف مصايب بناتك. حاضر يا لمى، المهم هي دلوقتي تاخده وتطلع بيه على فوق، انا لا طايقه اشوفه ولا اسمع صوته. يا ماما يا ماما انت كده بتكبري الموضوع. بنت انت هتجننيني، انت شايفه الموضوع صغير؟ خالته عندها حق، كده الناس هتاخد بالها، هو نزل وخلاص اللي حصل حصل. خلاص انت خالص حسابك معايا بعدين. خلاص يا ليلى، هي هند هتقول له ما يتكلمش وسيبيه قاعد لغايه ما نخلص قعدتنا ونطلع. انا هطلع بقى وماليش دعوه، خلصوا انتوا. امسحي وشك، امسحي وشك عشان الجيران ما يشوفوكيش وعشان جوزك ما يحسش انك معيطه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أنا قلت لهم الغايب حجته معاه. ازي حضرتك؟ الحمد لله أنا كويس. اتفضل. أهلا وسهلا يا أستاذ عمرو.
تقالي ميعادنا كان من ساعة ولا إيه؟ معلش كان عندي شغل متأخر ف هتعرف على كل حاجة. شوفي أستاذ عمرو اشرب إيه؟ حاضر يا ست اللواء. اتفضل حضرتك اتفضل استريح. اتفضل. تشرب إيه؟ نسكافيه. حاضر. طب طيب يا جماعة ما دام الكل تقريبا موجودين أحب أقول لكم أنا ليه قررت إن إحنا نعمل الاجتماع ده في أسرع وقت. واضح إن كل واحد فينا سمع حاجة غير التاني وبنى عليها موقفه. والحقيقة أنا بعتب على عمرو لأنه كان المفروض هو اللي يصرح الظرف الحالي. تاني حاجة يا جماعة أنا المشتري جه قابلني. واضح إنه وصل لطريق مصدود مع عمرو او تقدر تقولوا ما اتفقوش خالص لان المساله كان فيها حساسيات ومشاكل. ما ده اللي انا كنت عايز اقوله لحضرتك وافهمه للناس ان احنا اصلا انا وعيلتي ما اتفقناش على الموضوع خالص واتخانقنا تقريبا لان انا رافض اتكلم في الموضوع اصلا. مفهوم طبعا يا عمرو. مشاكلك مع اسرتك ده شيء يخصك. بس متهيألي مشاكل العماره ده شيء يخصنا كلنا. واسمحوا لي بقى دلوقتي اقول لكم الجماعه اللي كانوا جايين يشتروا عرضوا ايه بالظبط. والله يا ريت. عرضوا 250,000 جنيه لكل شقه. ليه يعني 250,000 جنيه؟ هي اوضه وصاله؟ المبلغ ده يا جماعه قليل جدا. ده المنطقه هنا عندنا جيل على الاقل 7,000 دلوقتي. اقل حاجه. خلاص. نقول لهم ان احنا رافضين العرض ده او نجيب سمسار ويتمن الشقه ديت ونشوف الرقم اللي هيقوله ونطلع بيه. انا مش هتمن شقتي. انا مش عايزه ابيع اصلا. بتقالي ان ده رايك لوحدك. فلو كده ممكن المشتري يتعامل مع كل شقه على حده. طب يا جماعه مضطره استاذن عشان لازم اشقر على البيت. رايحه فين؟ ما كملناش كلامنا. لا معلش طارق يعرف يتكلم في الحاجات دي كويس قوي. انا اسمك بس انا متهيألي لو كلنا اتفقنا على قرار واحد الموقف هيبقى اقرب كتير. انا موافق طارق على كلامه 100%. لو هم اتفقوا مع كل واحد فينا لوحده هيستعملوا حكايه فرق تسد وده شيء غير مرغوب فيه يا جماعه. هو انا ممكن اقول حاجه تنهي النقاش ده خالص؟ طبعا. انت المفروض اول واحد نسمعه. طيب انا اتكلمت مع محامي وقررت ان انا اصلا مش عايز ابيع العماره خالص. أنا رأيي إن إحنا نعمل عقود إيجار جديد بدل العقود القديمة اللي إحنا شغالين بيها. أنتوا زي ما قلتوا سعر المنطقة غالي وده هيريح العيلة من ناحية موضوع البيع، يعني هيدخل لهم فلوس أكتر كل شهر. فأعتقد ده هيبقى أحسن. صح، هو ده الكلام المظبوط، كلامك صح. طب وهي الإيجارات الجديدة دي زيادة يعني هتبقى قد إيه؟ لا دي حاجة هنتفق عليها مع بعض. مفيش مشكلة لو الزيادة في حدود المنطقي. كده كده مفيش مقارنة ما بين فلوس الزيادة دي وفلوس عزال وتوضيب شقة جديدة. طيب يبقى على خيرة الله يا جماعة. أنا هبلغ المشتري باسمكم إن إحنا رافضين العرض بتاعه، مظبوط؟ مظبوط. موافقين. طيب أنا كمان هكلم محامي عشان يبدأ في إجراءات العقود الجديدة. رايح فين؟ ده انا عامله جلاش تاكل صوابعك وراه. تسلم ايديكي متشكر. طب اطلب جيلان وتيجي تاكل معانا. لا ما هي مش فاضيه انا لازم بس اتحرك عشان عندي حاجات. متشكر جدا يا جماعه. مع السلامه. مع السلامه يا عم. هو انتوا طابخين ايه؟